غونزاليس لايا تعلق على ملف الصحراء وتبرر دخول غالي. دخل إبراهيم غالي التراب الإسباني بهوية مزيفة يوم 18 أبريل وغادر في 2 من شهر يونيو الماضي، لكن ارتدادات الأزمة ولدت أمواجا ساخبة تتراطم على ضفتي المتوسط بين المغرب وإسبانيا، ولا تزال القضية تشغل الطبقة السياسية في مدريد. وأكد وسائل الإعلام التي تواجه وزارة البلاد كلما التقتهم بلائحة طويلة من الأسئلة، ومن بينهم وزيرة الخارجية راشا غونزاليس لايا التي تحدثت في حوار مع صحيفة إسبانية عن الصحراء وسبت أمليلي وإبراهيم غالي. راشا غونزاليس لايا في جواب عن سؤال بخصوص المسؤولية التي تتحملها إسبانيا في ملف الصحراء قالت إن مسؤولية بلادها هي العمل بأسلوب بناء مع الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي لهذا الخلاف الذي يحتاج ردا من المجتمع الدولي. وعاد موقف مدريد من الصحراء وإعلان ترامب الاعتراف بسيادة المغرب إلى الواجهة بعد أن دخل إبراهيم غالي زعيم بوليزاريو بتغطية من وزارة الخارجية إلى الأراضي الإسبانية، وعن ذلك تقول الوزيرة إنها مساعدة لشخص كان في حالة صحية حرجة ولا يجب أن تفهم أبعد من ذلك. وجاء في جوابها عن العلاقة المتوترة مع المغرب: نحن ملزمون بالسعي لبناء علاقة جوار حسنة لأننا نعيش في عصر التكافل، وهذا يعني أنه لحماية مصالحنا وقيمنا ومواطنينا علينا أن نهتم بحماية مصالح وقيم جيراننا. ثم أضافت: سوف نمر بلحظات صعبة، هذه ليست المرة الأولى، لكن علينا أن نحاول التغلب عليها بالحوار والاحترام. القرن 21 ليس قرن استقلالية أو تبعية، إنه قرن ترابط، وتدبير هذا الترابط والتكافل أمر معقد، ولكنه شيء نحن مضطرون للقيام به.